عندكم خبر ان مضرب عود وين فتح فرع جديد؟ في تعاونية الاتحاد في ند الحمر. بعد مضرب عود مشهورين بانواع العود وجودة العود، هم 11 نوع من انواع العطور. تعال المحل وبتحصل على ذوقك. لك 5 عطور الاكثر مبيعا عندهم، من ضمنهم ميرال، هذا العطر الاصفر صراحة فنان وريحته فنانة. تبغى تهدي لشخص غالي عندك بوكس فنان، هذا البوكس مسوين عليه عرض 50%. تخيل على هذا البوكس 50% خصم، 25% خصم على دهن العود. يا سلام، وين بتحصل هالخصم؟ تشكيلات متنوعه من بوكسات الهدايا، دهن العود مع كسرات عود، شيء من الاخر. وين اقوى عرض على المرشات؟ تخيل الحبه ب 75 و3%. انواع العود بتحصل عندهم، كل اللي عليك توصل للمحل وتجرب اللي عيبك. وعرض على الدخون، اشتري واحد واحصل على الثاني مجانا. 5 انواع عندهم، العرض لمده 5 ايام، 25% خصم على عود المعطر. ومسوين خصم 25% على جميع انواع العود اللي عندهم، عود حاف. اذا تبغى بوكس حق العود يسوي لك بوكس فنان وراقي وفخم. عندهم بوكس ثاني بعد عطرين ودخون. تقدرون تسوون بوكسات للتوزيعات، تقدرون تسوون عندهم. طبعا مكان المحل ما يضيع، الطابق الاول عند مدخل الجمعيه. ضيفني على سناب واستمتع بالعروض والخصومات.